على اساس انه الناس كل باش يكون عندهم الامكانيه يكون فما رخص صيد في البحر وجود المهديه تعرف. أما لا الرخص نحكي على الاداره. الاداره؟ اي ربطت بها على الاداره. خاطر قلت بعد في الاخر حتى في البر زاد معناها. تحب تصلح الشعب سيدي. خاطر في البر فما 50,000 رخصه نتاع مقارن هذوك مهم الرخص زاد في البر. لا كي نحكيو على الرخص هي مقاربه، الاداره مقاربة. اليوم الاشكاليه الكبيره نتاع الاداره هيك كل شيء يتعدى بالرخص، المنطق هذا يتبدل في العالم كامل، يلزم تحرر المبادره واضح. ويلزم طيب. كل انسان يحب يستثمر ولا كل مواطن هو يولي مسؤول يعرف قواعد. ارجع اسال جديه ما تجاوبوش تاني ما تجاوبوش تاني هذاك علاش؟ حبيت بس خاطر قال مش تعطي رخص صيد برا هذاك علاش؟ طلع دخل فيه كرة الشروط ومكتب الضبط عدد ست نمشي وري نبدا من الكل ديما نبدا بالانفيتي المره هذه باش نبدا بو بكر بيدو خلينا نشوف الفيديو الاول نمشي بشويه باش نسالك انا سؤال باش تسالنيش خلينا نشوف بشويه شنو تبدل خاطر خاصه المفاوضات تيمو هكا علاقه بيا تيجاني طول علاقه بيا تيجاني طول يا ابو بكر جلسات مع رئيس الحكومه ابو بكر تيجاني طول امشي له طول يا ابو بكر امشي له طول كرغ بيك باش لا نمشيو لي سي مادي جمعه من الاول كان عطاو عليك السي في نتاعك تاريخك باش كنت تعمل قبل الحكومه قبل وزاره الطاقه وحتى من بعد في ثينك تانك وغيره احنا شفناك صورك كيفاش كان صورك كيفاش كان عندنا فيديو تحكي فيه على صورك لا انا خليني لا خليني في وقتي ما قلت لك بك يا سي لطفي انا كي كنت صغير كنت مشاكس وكنت مضاربي ومعاركي كنت في سطانة سيدي؟ اي كنت عندي ديتخاص حتى لتو تضرب بالراس؟ دمغوك؟ لا بكل شيء مهدي براس لا لا مش بالراس لا بالدمغان تحكوا بالحجر لا بالحجر تو صار ما تربيتش في حومه عربي لا تحب تربيت في حومه عربي كان وريك قلعه كبيره منين لا يظهر لي جيلك ما خلصش على حجر لا لا خلينا نشوف هذيك اللي زاد الحزب نتاعك اللي قلت زاد كيف كيف حزب صغير والحزب الصغير اللي حكيت عليه قلت انه لازم يعيش صغر ويعيش حاجات اخرى احنا حبينا يقولوا حزب صغير حبينا نعيشوا صغرنا اللي ما يعيشش صغره ما يعيشش طفولته ما يعيشش شبابه راهو مراهقته صعيبه مراهقته صعيبه معناها كان باش تربح في قصرته اللي مراهق لا تو في 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 عنفوان الشباب مراهق ومي معناها في عام تو عنده عامين الحزب غيرنا 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 في شهرين الحزب اعتبر روحه كبير يا اخي خلونا بالبروتين الحزب في سامي يكبر باهي مراهقه في القصر وبوم ودنيا فازات وعلى البيسين ولا تتعدى الازمات عند مادي جمعه كي يحكي عليها كيفاش تكون الازمات وكيفاش تتعدى وباش تشبه الازمات تعرف الانسان كي تبدا عنده مشاكل ماذا به ساعات يخرج من قاعده يخرج من شطحه يخرج من ديفولمون هاي الحل الازمات تاعك هاي على خير سيدي دينار يتيح نعمل قاعده اي قاعده كيما قاعده ولا ايه قاعده وضع تعرف التوانسه يحبوا شويه بوخ يحبوا شويه حاجه ما بتوش قاعده 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 ما عندش معنى وكيل ما تعرفش قاعده سيدي وانت مش عم بيهم كنتش تقعد في القاعده لا لا نعرف القاعده كاين جوا قاعده نعرف كل شيء نعرف كل لا لا عندك قاعده عندك كل شيء ما تقعدش في محجر لا لا في النهار هذاك خلينا نريضوا خلينا نمشيو للبدائل حزب البدائل قلت انه في كفاءات الدليل يؤكد في كفاءات وتصريحك يقول الكلام هذا البرامج اللي حضرناها باش نهبطوا بها نتناقشوا بها في الجهات مش كان في المنابر وفي المخابر عندنا احسن خبراء فما شكون توا موجود في واشنطن كما قلت لهم وفما شكون موجود في سنغافور قاعدين نخدموا ونجيبوا في احسن تجارب ولكن قبل كل شيء يبقى الميدان هذيك طريقه العمل نتاعنا ممتاز جدا خبرات من واشنطن من سنغافور شفنا الخبرات اللي بيجيبوهم البدائل ومش يدخلوا بهم حتى في المعترك الانتخاب وكل شيء في البديل وكل شيء شوف الكفاءة هذه سلسلة من الاجتماعات الشعبية ستشهدها جميع جهات البلاد مرفقة بزيارات ميدانية للاستماع خميس كسيلة سيدي كفاءة سياسية كنت تحكي واشنطن وسنغافور خميس كسيلة لا شو خميس كسيلة راهو كسر النداء وبعد كسر التكتل قبل بعد عاد كسر النداء وبعد عاد كسر تونس اولا هذيك كي خميس كسيلة وصلت طلع مع نودي بتيشا كسر الكهرباء جبته معك في الحزب ومن بعد في القائمات زعما شوف الحزب ثري فيه الكفاءات العالمية فيه الكفاءات التقنية فيه الكفاءات التسييرية وفيه الكفاءات السياسية وخميس قتيلة ما تنجموش تنحيلو الخصلة خصال من خصاله الكبيرة كونه من أحسن الكفاءات السياسية واضح نمشيو للكفاءة الأخرى اللي كانوا هي هم اتهامات مش حكايات ما برش عباد تتهم برش حاجات على البترول الكيوس والبترول وكذا وكنت أجبت على الإجابة في البلاتوات الكل على كوم كوا عندك رخصة نتاع كيوسك وقتيتها وأنت قلت لهم راني ما عندي حتى علاقة بالحكاية دي طموحي مش كيوسك تاعي قلت طموحي مش كيوسك حقر نعم ما تعرفش كيوسك قداش يدخل فلوس قضية البترول هذيك نتاع السد الرخص وكل شيء كنت قلت الجملة هذه تشبيه هذا عمري ما خدمت في البترول وعمري ما حفرت حفرة نتاع بير انا نخدم في الطيران ونحب روحي طاير واللي يحفر الحفره ان شاء الله يطيح فيها
واللي تدعي تدعي على المعارضه زي ما دي واش تدعي المعارضه اللي حافر حفره اسمه يتيح فيها واضح حكومتك خليت كما قلت لي بعض الانجازات ما قلت لي مش برشا انجازات انجازات وكل شيء وقلت زاده انه صحيح حبيت تعمل حاجه لقدام لكن ما تعرف تغير الظروف هي ما تخليهاش تتواصل حاجات كما كلام لوجيك لكن كلام سجناه كيفاش قال وانا نقول قبل ما نخرجوا عملنا حاجه زاده كيف كيف عملنا خدمنا كفريق كامل في اطار تواصل الدوله خرينا رؤيه متكامله وقطاع قطاع الفيديو هذا مش نعلق عليه مش مشيتوا لي لمدير حملتك اسمه محمد علي تومي اللي يحبك برشا ومدير حملته يحب رسمي اسمه محمد علي تومي يحب برشا سي مهدي جمعه واللي نعرفه حتى كنت قبل حتى نحبه برشا تعرف نعرف حب متبادل دليل حب سي محمد علي تومي مدير حمله مهدي جمعه في اخر مؤتمر صار في قسم مؤتمرات جمعه تلتين كل يعني سي مهدي زيد قدم شويه ولا لا لطف عليك امتحان ما تطيحش انت حشنا بيك اللي طيحك مازال ما جبتوش امه مدير الحمله مدير الحمله يحبك يقول لي كفر لنا يحبك بالحمله سيد المدير تو الجو باهي حلقها الجو هذا في الاحزاب الاخرى لا لا السياسيين الكل كيف كيف هذا شنو الراي اللي قاعد عند الشعب التونسي الكل انت كنت وفي اجابتك على التشبيه هذا حكيت انا كده صغيره اللي هي كان نهار مع راجل كبير قال لي وليدي انت كل كي بعض السياسيين قلت له شوف بابا بالله باش نقول لك حاجه عندك بنيه باش يجوك يخطبوك فيها عندك حلين يا تقول كلهم فساد تعطيها الحد يا تقول فما برشا فساد اما انا باش تختار الباهي فيهم في السياسه توا اليوم هذيك هي فما باهي في وانت افسد ابهى واحد جاي بعدين ابهى ضيف كان على بعدين ابهى شنو سي لا لا ابهى معنا السياسي جماعه ابهى السياسي عايش لا لا خليك عليك شكرا ميرسي شكرا هذه كاميرا حسين بارك الله فيك حماديك سؤال الان من عند يسرى يسرى فراوس تطرح عليك سؤال سكانك الجزائري وحسين حماد بعد شويه باش نحكيو على الاقتصاد وبعد شويه الاختبار معك مهدي جمعه سؤال يسرى فراوس مهدي جمعة برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في علاقة باتفاقية لاليكان نحب نعرف موقفك تحديدا من هذه الاتفاقية اللي شرائح عديدة من المجتمع التونسي وقطاعات واسعة خاصة الفلاحة والطب والصيدلة اعتبروا أنها كارثية من حيث النتائج على تونس هل أنك تدعم هذه الاتفاقية وإذا كنت تدعمها شنو باش تكون محاور التفاوض ما بينك وبين الاتحاد الأوروبي هذا سؤال يسرى فراوس لجمعية النساء الديمقراطيات دونك على لاليكا بالأساس لا لاليكا كان عندنا تم تجميدها تجميد التفاوض فيها من رئاسة الحكومة بعد كل الجدل اللي صار هو الإشكالية في الاليكا هو قدرتنا على التفاوض في 2014 كي جاتني ممثلة الاتحاد الأوروبي وجبدت لي على الاليكا قلت لها عندي شرط وعندي اون فافور الشرط بالنسبة لي قلت لها راجعوا كل الاتفاقيات لأنه حتى الاتفاقيات اللي سابقة فيها حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش فأنا طرحت كونه يكون تفاوض هذا ما تم العمل عليه في التفاوض في الليكا أكثر من الليكا حتى الاتفاقيات القديمة نحب نرجع لها لأني فرصة بالنسبة لي باش نتفاوض ونحسن موقع التفاوضي ولكن قلت لها في نفس الوقت رحنا مناشي متهيئين باش نتفاوضوا اليوم لأنه يلزم نكونوا المفاوضين بتاعنا اليوم موقفي المبدئي كونه الليكا مش نقدموا فيها لأنه فما تهديدات لقطاعات كبيرة كالقطاع الفلاحي قطاع الصيدلة قطاع الصحي قطاع الخدمات قبل ما تكون عندنا رؤية واضحة ونكونوا زاد كيف كيف يلزمنا عندنا عمل نتاع لوبيينغ في صلب الاتحاد الاوروبي وفما ناس مساندتنا يلزمنا نستعملوهم باش يخليونا نمشي على حوار وطني ونقاش وطني في بطبيعه الحال يلزم نشاركوا فيها لهنا خاصة القطاعات اللي باش تتمس ولكن أهم شيء يلزم يكون عندنا موقع تفاوضي قوي أنا في اعتقادي اليوم قادرين مع أوروبا باش نمشيوا في شراكة ولكن شراكة تحترم المصالح نتاع الدولة التونسية. سؤال من فيسبوك السيد مهدي جمعة. سؤال يقول من عند عمر بن محفوظ على نشأة أو عند نشأة حزب البديل كان يرفع شعار حزب الكوادر حزب الرؤية والدراسات ولكن في أول المحطات الانتخابية أصبح يقبل كل من هب ودب على غرار فتات نداءته بسليماتي لا الحزب في نشأته من الأول
بالحق لبينا الكفاءات وعملنا مكتب دراسات، ولكن هو حزب يلزم يمثل الشعب، يلزم تكون عنده قواعد شعبية. ماناش باش نقعدوا في منطق النادي ولا المنطق النخبوي، فهو حزب مكتمل يمثل جميع الشرائح، فيه الكفاءات وفيه القواعد الشعبية، وهذا شيء طبيعي. سيد مهدي جمال، استدعاك لبعض الدقائق، ماذا بأجوبة سريعة ودقيقة. أيضا الاختبار. الاختبار سيد مهدي جمعة، هل يتبنى مهدي جمعة فكرة التفويت في المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية غير الاستراتيجية؟ لا، القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ما هيش إشكاليتها كونها عمومية، إشكاليتها هي نجاعتها. فأنا أتبنى عملية إصلاح المؤسسات العمومية مهما كان شكون يملكها، الدولة أو غير الدولة. احتكار الدولة للدخان مثلاً، يعني هذه مع أو ضد؟ هذه بطبيعة الحال هذه حاجة نحطوها للتفاوض. أنا ما نظنش كانوا انت اختصاص. لا، ما هوش اختصاص، ما هوش اختصاص الدولة صنع الدخان. نكملوا الحصة توا ولا قولي نحطوها للتفاوض؟ قلت لك لا، مانيش معاها ونحطها لكل شيء. يا أخي أنت باش تبدل من حالة لحالة، يا تجي تمشي هكاك وإلا فما تفاوض. عندك طرف اجتماعي، عندك خدامة يلزم تتفاوض معاهم، حتى في شركات خاصة راهو ما تعملهاش وحدك، بالتفاوض ولو أنت عندك ملكك 100%. فما طريقة في العمل، التوجه واضح، ماهوش من اختصاصات الدولة صناعة الدخان، ولكن في طريقة العمل إذا كان مش ندخله من غير تفاوض ماناش نوصل لحتى حل. وهذا إيش صار السنوات الفائتة. أنت مع أو ضد احتكار الدولة للدخان؟ قلت لك مع ضد. ضد؟ أي واضح طبيعة الحال. شو سر العلاقة بينك وبين أمين عام اتحاد الشغل؟ أصدقاء الأمين العام الحالي؟ علاقة احترام. أصدقاء؟ بطبيعة الحال أصدقاء، نحترموا بعضنا. يدعم ترشحك؟ لا، الاتحاد موقفه تعرفوه، ما يدعم ترشح حتى واحد. هو بشي يمشي في الاتجاه اللي يراه مناسب للبلاد، فحسب فهمت ما همشي بشي يمشيوا في تصريح أي دعم أو أي مرشح. هذا اللي فهمته من موقف الاتحاد. كنت التقيت برئيس الحكومة والمترشح ولا منافسك للرئاسة يوسف شاهد، على شنو حكيته؟ التقيتوا في عدة مناسبات. التقينا في عدة مناسبات، نحكيوا على الوضع في البلاد، نحكيوا على مستقبل تونس، وما يخفاكش عنا التخوف في المستقبل القريب شنو باش تنجو هالانتخابات هذه. لأنه نجموا نختلفوا، لا ما اتفقنا على حتى شيء، ولكن نجموا نختلفوا في كثير من الأشياء اللي متفقين عليه. نتفقوا كونه يلزم يطلع مرشح جمهوري يمن بمبادئ الجمهورية، مرشح عنده تجربة زادة كيف في الدولة. فهذه الاتفاقات يعني المبادئ، ولكن ما اتفقنا على حتى شيء. تجرب تتخلى لصالحه؟ السؤال ولا القضية ماهيش مطروحة لا من جانب ولا من جانبي. غير مطروحة بتاتا قبل 15 سبتمبر؟ لا من جانب ولا من جانبي، ماهيش مطروحة. أنت مرشح الإمارات؟ مرشح؟ الإمارات. أنا مرشح حزب البديل التونسي، مرشح التوانسة. ما احنا الدولة صاحبة سيادة، وما حتى واحد ما يدخل لنا لا مرشح لا إمارات ولا أي بلد آخر. مسنود من صديقتك أنجيلا ميركل؟ ما زلت مسنود من صديقتك أنجيلا ميركل؟ سؤال أصح، يعني مسنود كشخص، ولكن ما عنده حتى دخل في العملية الانتخابية التونسية. علاقاتي طيبة مع الدولة الألمانية، علاقاتي طيبة مع أنجيلا ميركل كما كثير من القيادات. قلت لك تقريب عندي صداقات إلى يومنا هذا مع 50 رئيس حكومة ورئيس دولة، فعادي يتمنوا لي كل خير، ولكن ما يتدخلوش في الشأن. منين تعيش ملي غادرت رئاسة الحكومة في 2014؟ هي رئاسة الحكومة ما كانش مورد رزق كبير نعيش. نعرف 4 ملايين ونص شهري. أي لا لا لا، الحمد لله. أنا تعرف بعد ما غادرت الحكومة مشيت رجعت نخدم على روحي، عملت دي كونساي، ما عملتش في تونس، ما خدمتش في تونس، خدمت في جميع أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، وحتى في بلدان شقيقة، والحمد لله. ما تبعت العقود اللي كانت عندك مع الإمارات؟ عقود؟ نعم عقود. بعد خروجك 2014 من رئاسة الحكومة كانت عندك عقود مع استشارات
مع الإمارات. ما عندي حتى عقد مع الإمارات، خدمت مش على مع برنامج الدولة. لا 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 لا، خدمت على برنامج الإصلاحات الكبرى في المملكة العربية السعودية على الجانب الاقتصادي كمستشار مع بعض المستشارين الآخرين، كما خدمت مع كبرى شركات في ميدان الطيران لأني هذا اختصاصي، معروف في ميدان الطيران، معروف في الاستراتيجية، ففي هذا الميدان نخدم في بلدان، تعرف هذا ميدان عالمي، نخدم في بلدان متفرقة. البيجي رحمه الله أقحم العائلة في السلطة وانحاز لولده حافظ قائد سبسي وورثه الحزب وأصبح يعين ويعزل، وإذا لم يتمكن من التعيين والعزل يطالب بعزل رئيس الحكومة. كيف سيكون دور شقيقك لطفي؟ هو عمره ما كان عنده دور، الدور الوحيد اللي عنده هو دور اللي حب في الفيسبوك وفي الإعلام. شقيقي لطفي، عندي أشقاء أخرين، عندي حتى شقيق دبلوماسي كبير كان سفير في الأمم المتحدة، سفير في الأرجنتين، وسفير في عدة بلدان، حتى هو كان عارفه اسمه بربي شو اسمه؟ غازي جمعة. غازي هاي أي. اللي هو تدخل واستشرته عند تعيين فريقك الحكومي في 2014. طلبت منه زيرو باش يسخره لي باش يعاونني كإداري، ولم استشره في التعيين وما استشرت حتى لم واحد. لم تجد واحد أكفأ من غازي جمعة؟ هو في وزارة الخارجية؟ لا لا، هو كان كفى وأكفى واحد في وزارة الخارجية ممكن باش يكون وزارة الخارجية. العيب الوحيد كونه خويا وما عندوش الحق يدخل، أو ممكن عيبه الوحيد أن أخوك هذاك اللي جبته معك. لا ما جبتوش معايا، هو قعد شهر كغصوص إدارية وبعد رجع لإدارته، ما جبتوش معايا وما خدمش معايا، خدم في إدارته، كان مدير العلاقات مع الولايات المتحدة، مع أمريكا، مع أمريكا يعني الولايات المتحدة والكندا وآسيا، وكان عنده فضل كبير في العلاقات خاصة مع الصين. مش نعطيك ولكن سر. في إطار عمل تحت تسيير وزير الخارجية. واحد من أشقائك هو الآن يتحكم أيضا في جزء من قواعد الحزب ويعمل على تجميع المساعدات المالية للحزب ومساندك ويعمل لك في الحملة في الانتخابات الرئاسية. ما نتصورش لوجه الله أنت أقحمته في اللعبة. شوف نسمي. حتى واحد من أخواتي ما هو منتمي للحزب ومانيش راغب كونهم ينتمي للحزب، هو يعمل على الميدان سمهتي. يا أخي أنت بالك مرشح، عائلته ما تساعدوش، الكل مرتي أولادي أخواتي الكل يساعدوا فيها، ونشكرهم على الدعم المعنوي والدعم المادي، وهذا بالعكس يحسب لنا كون عائلنا متماسكة وعلاقاتنا طيبة وربي دوم العشرة. أخشى أن نجد العائلة تتحكم لو تم انتخابك. لا لا ما تخشاش، أخشى على الأخرين. احنا خلينا نخشى عليك أنت تو قدامي. ما يسالي خطر، احنا عنا تجربة، عنا تجربة فاشلة. أما أنا حكمت وما دخلتش العائلة. يقال أنك حكمت ودخلت العائلة. لا صحيح، خلينا ما يقال، لأن أحكي لك على الواقع. يا أخي يقال برشا حاجات ما خلاو ما قالوا، نعطيك الواقع. ما فماش عظمة تعمل طق كما فيها شق. شو لا 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 لا، تعمل طق ولا فيها شق، احنا نحكي بالموزون، نحكيو على دولة. جاي من ثقافة أخرى، الفصل ما بين الأصدقاء وما بين الأقارب وما بين العمل. وحتى في اختيار، وتعرفوه انتم الشيء هذايا، حتى في اختيار تشكيل الحكومية وقتها ما اخترت حتى واحد قريبي، بل أكثرهم ما نعرفهمش، نختار على أساس الكفاءة. هل تتعاهد بإبعاد كل أشقائك وعائلتك لو تم انتخابك؟ وذكرك مليح أنه هذا السؤال سألته البيجي قائد سبسي في 2014 وتعاهد. شوف القضية ما تتطرحش، أنا مش متعاهد، هذيك طريقة العمل متاعي. فلما تقول لو تتعهد وكأنه واقع، هو موش واقع وعمره ما بش يوقع. في صورة انتخابك من تعين في المحكمة الدستورية وتعتبره نجم يكون هو رئيس؟ ليس لي اسم. ليس لك اسم. من تراه رئيس جمهورية؟ من تراه رئيس جمهورية 2019؟ مهدي جمعة. وإذا لم يكن مهدي جمعة؟ مهدي جمعة. هل ستذهب إلى أو في إلغاء الدعم؟ خبز، محروقات، مقرونة، وبربي سي مهدي خاصة تي. شوف هذه قضية الدعم، يعني يلزم إلغاء الدعم وإعادة توجيهه للمحتاجيه، للزواولة وللطبقة الوسطى، وبدينا فيه ولكن نوقف، لأنه الدعم كيف تشوفه اليوم وتحله راهو أكثر موجه
بالطبقات اللي الميسورة. هل أنت مع العفو على بن علي وعائلته بقانون خاص؟ شوف، في كلمة، في كلمة، أنا نعم مع المصالحة الشاملة، مع المصالحة حتى مع بن علي اللي يبقى رمز من السيادة اللي ماذا بينا يكون في بلاده، رمز للسيادة بن علي بطبيعة الحال رئيس دولة. ما عندكش فكرة قداش كنت فرحان للتكريم اللي عملناه للمرحوم الباجي قايد السبسي، لأنه تقارن بن علي بالباجي؟ قادة. لا 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 لا، نحكي لك أنا على الدولة، نقارن حد بحد، لأنه أنت مع قانون عفو خاص على بن علي وعائلته رغم النهب والسرقة؟ لا لا، مش قانون عفو خاص، عندنا قضاء ونحب ياخذ مجراه، ولكن أنا يؤلمني كونه رئيس دولة تونسي يقعد يعيش في دولة أجنبية. هذا موضوع بالنسبة لنا واضح، موضوع المصالحة هذا يلزم نوقفه الثمانية سنوات هذه اللي ما عملناش مصالحة ولات مصالحة انتقائية، ونسكر الملف ونغلق الملف، لأنه اللي يهمني هو المستقبل. أنهينا الاختبار، شكرا لك سيد مهدي جمعة. شكرا.